أنا موجودة النهاردة في الدورة الـ14 لمهرجان مالمو للفيلم العربي في السويد، وسعيدة أن أنا موجودة بعد 14 سنة بيتم دعوتي، ولكن الظروف ما كانتش بتبقى مواتية، لكن المرة دي أنا موجودة. وأعتقد أنه المهرجان ده من أهم المهرجانات اللي موجودة كمهرجانات للفيلم العربي في أوروبا. والحقيقة مجموعة الأفلام المنتقاة الأفلام العربية من أفضل وأجود الأفلام اللي تم إنتاجها في السنوات القليلة اللي فاتت. وافتتاح المهرجان السنة دي فيلم وداع جوليا من أجمل الأفلام السودانية الجميلة. طبعا أنا شفت معظم الأفلام، لكن بقية الأفلام اللي فاتتني هقدر أعوضها هنا من خلال المهرجان. وكمان الجزء الخاص بالصناعة اللي هو مالمو دايز ده برضو الاندستري دايز من أهم، في حوالي 13 فيلم السنة دي بيدوروا على إنتاج وعلى دعم. هبقى سعيدة أن أنا أحضر الجلسات دي وأسمع لصناع الأفلام. فأعتقد أن هي دورة مثمرة جدا جدا، وفيها ضيوف وزملاء سعيدة جدا أني أشوفهم.